ممكن بقى تفهمني اللي امك بتقوله ده ايه؟ سبت البيت ليه؟ حد زعلك ولا انا زعلتك في حاجه؟ يا ريتك انت كنت اللي زعلتني يا اخويا. امال في ايه؟ مش عارف بس انا افتكرت حاجه، افتكرت المثل اللي قاله لنا ابويا زمان، قال لي بقيت عند اختك بس ما تباتش عند اخوك، اختي بالليل على الاقل لو جه جوزها بالليل ورجع هيغطيني، انت يعني اخويا مش هتعمل كده معايا. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ معناه ايه؟ مراتك. مالها مراتي؟ مراتك بتخونك. ماشي يا هي بصت عليا ومش هتلاقي فيه ايه، ممكن تكون كانت عايزه حاجه. ايه الحلاوه دي يا سامبو؟ ايه ده مرات اخويا اللي انت بتعمل ايه ده؟ ليه يا سامبو في ايه؟ انت واقفه لي قدام الحمام. طب وايه يعني؟ هو انت قلقان يعني يا سامبو في ايه؟ طب في كلام ينفع اتقال في الحمام مرات اخويا؟ ما انا عايزاك في موضوع يا سامبو. اطلعي بره. طب بس ليه يا سامبو؟ ما ينفعش مرات اخويا اللي انت بتعمليه، انت مرات اخويا. ماشي مفيش مشكلة، انا مأمنة نفسي ما تقلقش. طب هينفع نتكلم في الحمام؟ طب انا عايزاك في موضوع. طب اطلعي مرات اخويا بس. طب انجز حالك وتعالى لي بقى. اطلعي مرات اخويا بره. لا 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 يا سيدي. مالك عامل كده يا سامبو في ايه؟ انت مرات اخويا واقفة لي هنا ليه؟ طب وايه يعني مرات اخوك؟ ماشي مرات اخويا بعد اذنك اطلعي بره. طب انجز حالك وتعالى لي بقى. هجي لك بره، ينفع كلام نتكلم في الحمام؟ اطلعي بره وهجي لك بره. طيب اطلعي بره. انا لازم امشيهم كلهم من البيت. اسيب سامبو كده جوزه واحد اكبر مني وانا هتجوز سامبو؟ ابص لسامبو انا بجيب بس كده حد بجيبه سكه وبعد كده بشيلهم كلهم من البيت. والله وكوز ده اهو. خير يا امام؟ دخل ورايا الحمام ليه؟ يا سامبو الله يسلمك يا امام. مرات اخويا ايه اللي مزعلك؟ انا رايح عليك باب الحمام يعني يا سامبو؟ ما ينفعش يا مرات اخويا، انت لازمت اخويا. طب بقول لك ايه؟ قول يا امان. خليك معايا بقى في كلام اقولك وفتح دماغك معايا. بص يا سامبو انا بحبك انت. ايه؟ بحبك انت. انت عبيطه؟ انت عارف علاء اكبر مني وانا مش بحبه. مش بتحب؟ انت بتتكلم على مين؟ انت عارف تتكلم على مين؟ تتكلم على اخويا. طب اسمع بس. وطي. اسمع ايه يا امان؟ وطي صوتك عشان امك جوه ما تسمعش الكلام اللي احنا بنقوله. كملي. احنا هنرتبها مع بعضينا ان انا هتطلق من علاء وهتجوزك انت. ياه انت ست شطانه. عمري ما كنت اتوقع ان انت ست شطانه. ده ايه الوساخه اللي انت فيها دي؟ انت بتقول ايه يا سامبو؟ انت بتتكلم على اخويا يا عم. في ايه يا سامبو؟ في ايه؟ وطي صوتك عشان امك جوه لو سمعت هتروح تقول لي عليه. دي خطه احنا هنعملها مع بعضينا. عارفه انت عايزه تعملي فتنه؟ انا عمري ما اتوقع كده ان انت تكوني كده، اقسم بالله. ده انت المفروض تفرح ان انا بحبك يا سامبو. افرح ايه؟ وحب ايه اللي بتتكلم عليه ده؟ ده اخويا بيتكلم عليه. انت مجنون؟ ايه الكره اللي جواكي ده؟ اتجوزتي ليه من الاول لما انت بتقولي كده؟ ما عشان هو جالي في وقت انا كنت محتاجاه فيه. محتاجاه هو ولا محتاجه اللي وراه؟ وراه ايه؟ انا مش شاغلني الفلوس والكلام ده كله، شاغلني انت بس. وانا هسيب لك البيت. انا عيني عليك من ساعه ايه؟ انا مش هقعد اقعد في البيت، هسيب لك البيت وامشي. انا افتكرت ابويا زمان لما قال لي بيت عند اختك بس ما تبيتش عند اخوك. اختك لو بالليل لو دخل جوزها يغطيني، انما اخويا لا، اخويا ممكن يقتلني لو لقيني في كلام زي ده. انت عايز ايه يا امام بالظبط؟ انا هسيب لك، انا اخش اسلم على امي واخد بعض وامشي. انا ما عدتش قاعد في البيت تاني خالص بسببك انت. تمشي؟ اقعدي. ده انت اوسخ وسخت الدنيا كلها فيك والله العظيم. اسمع انا قبل منك اي حاجه، الكلام انت بتقوله ده هو زي العسل. ايه البرود اللي انت فيه ده؟ ده انا بشتمك يا عم، انت فيه ايه؟ محبة على قلبي. لا 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 لا. بص انت بتقول انت ماشي، انا واثقه ان انت هتلاقي في لفتك وهترجع وهتفكر في كلامي. ارجع لك تاني؟ انا رجعت هقتلك يا ايمان. تقتلني؟ انت عار يا ايمان، انت عار، انت ما ينفعش تعملي حاجه كده من ورا جوزك. طب فكر بس. افكر ايه اللي ياخدك؟ ربنا راح اخش اسلم على امي واخد حاجتي وامشي. والله هترجع لي تاني وانا واثقه من كده. ولا احبه ايه؟ فتك واكسه. انا عايز اخد اللي وراكم واللي قدامكم وبعد كده ارميكم في الشارع. هيبه هبص لك انت؟ نعم. خش يا اخويا لما تخش. ادخل. صدق الله العظيم. ايه يا امي؟ ايه يا حبيبي؟ ايه؟ الله يبارك فيك. مال وشك مغير كده ليه؟ مفيش حاجة يا امي، تمام الحمد لله. وانا مش عارفاك؟ مفيش حاجة والله، بس انا مخنوق شوية كده، هروح اقعد عند اختي كام يوم وهرجع تاني ان شاء الله. تقعد عند مين؟ هروح اقعد عند اختي يا امي. سيب بيت اخوك وتقعد عند بيت اختك؟ معلش مخنوق شويه والله العظيم يا امي. يا ابني ده اخوك لكن دوت غريب يا ابني. لا يا امي اختي دي ما مش غريبه، اختي. لا جوزها غريب بالنسبه لنا حبيبي، ما ينفعش نضايقوه. انا هرتاح هناك عند اختي بصراحه، مش مرتاح هنا عند اخويا. في ايه؟ مش عايز تحكي لي ليه؟ مفيش حاجه، بعدين يا امي لما ارجع بالسلامه ان شاء الله بقول لك. عربي وانا اعرف اقعد من غيرك؟ معلش سامحيني، معاك يا اخويا، خلي بالك مني بالله عليك. مش مرتاح انا، نظرتك مش عجباني. معلش انت عايز حاجه يا امي؟
عايزة حاجة يا ابني، هفضل قلقانة يا ابني. متلاقيش بس ادعي لي بالله عليك يا ابني، ادعي لي ربنا يسترها معايا. ربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة ويسترها معاك يا حبيبي. طب يا ابني أنا أقعد من غيرك قد إيه يعني كده وأنت بقى قد إيه؟ والله هرجع لك تاني، هرجع لك تاني إن شاء الله، بس أطلع من الوجع اللي أنا فيه يما ده. أطلع إيه من يا ابني، في حاجة في الشغل طيب؟ لا مفيش حاجة في الشغل، الشغل كله تمام، بس هي حصلت حاجة خنقتني كده، بعدين لما أطور نفسي. طيب؟ بعدين هتعرف يا ام، بعدين يا ام سلام. انا افضل قاعده انا كده، معلش يا ام سلام. طب بص يا سلام، انا ما قعدتش قادر اقعد يا ام، عايز امشي. طب كلمني في التليفون هطمنك. افضل انا عليك يا حبيبي والله، بس ما قعدتش قادر اقعد في البيت. سلام يا ام سلام، بالله عليك سيبيني يا ام سيبيني. لا ولا قوه الا بالله. في ايه يا ام؟ وانا قاعده مش عارفه حاجه كده، انا شويه هتصل بيه. في ايه؟ انا اول مره اشوفه بالحاله دي. ممكن بقى تفهمني اللي امك بتقوله ده ايه؟ سبت البيت ليه؟ حد زعلك ولا انا زعلتك في حاجه؟ يا ريتك انت كنت اللي زعلتني يا اخويا. امال في ايه؟ مش عارف، بس انا افتكرت حاجه، افتكرت المثل اللي قالوه ابويا زمان، قال لي بقيت عند اختك بس ما تباتش عند اخوك. اختي بالليل قال لو جه جوزها بالليل ورجع هيغطيني. انت يعني يا اخويا مش هتعمل كده معايا. ايه اللي انت بتقوله ده؟ معناه ايه؟ مراتك. مالها مراتي؟ مراتك بتخونك. ماشي يا شباب. تضربني؟ انت كمان جات لك الجراءه ان تتكلم على مراتي؟ تضربني عشان هي؟ انت كمان جات لك جرأتها ان انت تتكلم على مراتي؟ انا سبت البيت. مراتي اللي بتخدمك وبتشيل لك وبتحط لك وتكوي لك، في الاخر دماغك جابتك ان تتكلم عليها؟ مراتك بتخونك عينها مني. انت بتقول ايه؟ بتقول لي ايه كده والله العظيم؟ ايه اللي قالت لي كده والله؟ ما تضربش تاني. والله يا اخويا انا اقسم بالله سبت البيت ده كله عشانك انت. ايه اللي انت بتقوله ده؟ مراتك ما بتحبكش، بتقول لي انا بحبك انت. اسكت اسكت. ما انت بتقول ايه؟ مراتك دخلت عليا الحمام اللي انت ما تعرفوش، دخلت عند امي اللي انت بتقرا قران. قلت لها مش هينفع اقعد في البيت، مش هينفع ياما، مش هينفع اعمل مع اخويا كده، لاخويا اللي انا بحبه اللي مربيني. انت كداب. والله ما بكذب عليك. انت كداب. انا هثبت لك، انا اقدر اثبت لك، صدقني والله ما بكذب عليك يا اخويا، حياة ربنا اقسم بالله ما ينفعش تقعد معاها. انت اللي ما ينفعش تقعد معايا. انا سبت من الاول. انت كداب. مراته عمرها ما تعمل. والله عملت، والله العظيم عملت، ودخلت عليا وفتحت باب الحمام، كنت بغسل وشي. تقدر تثبت الكلام انت بتقوله ده؟ اثبت لك والله. اسال امي، انا سبت البيت عشان ما فيش حد يشك على دماغه تجيب ان انا عاوز اقدر اعمل مع اخويا كده. ازاي طيب؟ انت اخويا لحم ودمي، اخويا اللي كبرني واقف معايا من ساعه موت ابويا. والله العظيم اقسم بالله ما عملت اي حاجه، صدقني حياه النبي صدقني، والله العظيم ما عملت حاجه. انت اخويا لحم ودمي والله، وامر الضفر ما يطلع من اللحم. انا هثبت لك، انا صدق كلامي والله العظيم هثبت لك. مراتي ما ينفعش تقعد معاها يا عالم، صدق كلامي، صدق صدقني، صدق لو مره واحده بس اخوك بالله عليك. مش هصدق لما اشوف بعيني. انا هثبت لك، قول لي انت عايز ايه وانا ممكن ارجع البيت تاني. انا ما كنتش عايز ارجع البيت، بس انا هرجع البيت عشان اثبت لك هو وريت مراتك بتعمل ايه من وراك. خلاص انا هقول لك على حاجه. قول يا اخويا. اعرف بقى انت صادق، بس صدقني لو الكلام ده طلع مش صحيح هتزعل مني وهتزعل جامد. وانا هثبت لك يا اخويا، انا عمري ما اقدر ازعلك. هترجع البيت تاني وهتقف وهتجريها في كل اللي هي بتقوله لك لحد ما اشوف انا الكلام ده بعيني. انا عايزك تقول الكلام ده كله، عايزك تقف ورا الباب وانا هسمعك الكلام ده. اتفضل. تعالى يا اخويا. تضربني يا اخويا عشانها؟ اخر كده هو كمان. امتى بقى زيحه هو كمان عليه ده؟ السلام عليكم. سلام يا بابا كده. الحمد لله على السلامه. علاء سلمك يا امي. عامل ايه؟ الحمد لله. عامل ايه؟ اه الحمد لله. مالك في حاجه ولا ايه؟ لا تعبان. لا بس انا مش شغلك كتير النهارده. اه تعبت النهارده في الشغل، عايز انام. طب استنى احضر لك لقمه. طيب. لا ماليش نفس في الشغل انا. من غير يا علاء، احنا متعودين نتغدوا مع بعض. النهارده جابوا اكل وحلفوا لازم اكل. اكلت ماشي. خليني بقى انام وما تصحينيش الا المغرب. المغرب؟ اه طيب سيبيني انام براحتي عشان انا تعبان. معلش. ماشي حاضر يا علاء. نام يا علاء ان شاء الله. تنام ما تقوم يا علاء. اهو بيرن عليا اهو. ايه يا علاء؟ ايه يا صمت؟ ايه يا اخويا؟ يلا صمت تعالى دلوقتي وانا هاجي لك اخويا عشان اثبت لك كل اللي انا قلت لك. سلام يا اخويا. ادخل زي اللي قلت لك عليه تعمله. حاضر اخويا. يلا سلام. في ايه يا ماما؟ مالك والله حالك مش عاجبني. ايوه مين اللي خبط كده؟ ايوه ايه سامبو؟ عامله ايه؟ انا عارفه واصله ان انت هترجع، قلت لك وانت واقف معايا. طب انا واقف بره كده. خش
اعمل ايه؟ انا فكرت في اللي انت قلتيه وسمعت كلامك ورجعت تاني يا ايمان. انا قلت لك ان انا بحبك ومش هتلاقي حد يحبك قدك. انا حسيت بالكلام ده. ايوه بقول لك وساعات يعني معلش ما فيش واحده تفتح على حد الحمام وان هي تتكلم معاه وتقول له بحبك ونسيب اخوك. ما تفكرش ان انا هسيب اخوك وان انا هعمل معاك كده، مستحيل طبعا. بس انت على جواز يا مان. ايوه نعمل حاجه على سنه الله ورسوله طبعا. شيطانك هتخسرني اخويا. بس احنا بقى عايزين نعمله بقى خطه على العراق. يعني مش عارفه بقى اعمل ايه، انا عايزه اطلق منه. بس امي مالها الصالح في اللي بيحصل ده كله يا مان؟ انت ما تقولهاش على اي حاجه. انا مش عارفه حاجه عشان امي ما بتستحملش، ست كبيره وتعبانه. هو اكون قلت لها حاجه؟ انا ما قلتلهاش حاجه، انا مشيت على طول. احنا كده ماشيين صح. تمام يا مان. انا بحبك يا سامبو وما استغناش عنك. وانا والله العظيم يا مان انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه، بس عايزك تتاكدي من حاجه واحده بس يا مان، ان شاء الله معرفه خير باذن الله. باذن الله. يعني انت بتحبيني يا مان متاكده؟ ايوه طبعا. امال ايه؟ وانا الحمد لله فرحانه جدا ان انت بتحبني. صدقي وتامني بيه. لا اله الا الله. والله العظيم انت طلعتي اوسخ من دلال مرجع فر عمده في بصي عملت ايه؟ طلعت ست اسيا، انت اوسخ منها. تاني؟ انت قلت لي الكلمه دي قبل كده. انت شطانه. انت شطانه والله العظيم، مش ممكن تكوني بني ادم. شفتي يا حبيبي اتحرش بيا ممكن اقول لك بحبك؟ شفتي انت عامل معايا ايه؟ انا جيت الحمد لله انت شفت بعينك يعني. شفت كل حاجه. اخويا. انا خليك ليه يا اخويا؟ ما ينفعش اخونك يا اخويا، صدقت اخويا الكلام. ما انا شفت كل حاجه. انت بتعمل ايه علي؟ ليه انت بتعمل ايه؟ انا لسه ما عملتش. انت شطانه. انت اللي بتعدي. ايه علي؟ انت وصل بيكي ان تفكري ان تخلى اخويا يخني ويلعب بيا مع مراتي وكمان بتقولي له ازاي نتخلص منه؟ لا لا انت مش بني ادم. انا قلت كده؟ انت مش بني ادم. انا قلت كده؟ انا واقف من بدري جوه. وافي من ساعة ما انت قاعدة من قبل ما يدخل هو وفتحتي له وسامع كل حاجة. ما تصدقش عليه خالص. بريئة. انا بحبك يا علي. بريئة معايا. بص يا عيني ما بص بص البراءة. بص صدقت يا اخويا ست شطانة يا اخويا، ما ينفعش تقعد معاك دي اقسم بالله يا اخويا، ضربتني عشان خاطرها قلت لي ما ينفعش تعمل يعني كده. يا اخويا ده لو مش كويس ومش تربيتي فيه نفعت كنت ممكن تبوظ البيت ده بالفتنة اللي انت فكرت فيها وبالشيطان اللي استحوذ على دماغك وعلى عقلك. في ايه؟ مش بني ادمه؟ مش بني ادمه؟ في ايه؟ في ايه؟ تعال يا اما شوف فيه. شوف البيت اللي احنا مربيين فيه واحده واحده ايه؟ مش طامه مش واحده مش طامه تسرح باخويا وبدماغه عشان خاطر تخلص مني. قلت شوف احنا احنا مربيين في بيتنا ايه؟ ايمان؟ اه ايمان. ايوه يا امو ساعتها لما دخلت كل جدك بدور القران جوه عايزه تعمل فتنه في البيت وعايزه تولع وعايزه تخلص مني وعايزه اخويا ساعتها في كده. انت ازاي تفكيرك وصلك لكده؟ انت ازاي انت طالع من البيت ايه ولا تفكيرك جابك ليه؟ ازاي ان انت توصلي ان ابو جوزك سكر يا امو تمام خلاص عشان انت تعبان. اهدى اهدى تتكل على الله. انا اسفه. لا لا دي ازاي دي يا ماما؟ انا اسفه. لا اسفه انا اسفه. معصيه ربنا ما فيهاش اسف. ايه يا بنتي؟ ده الشيطان يا علي معلش. ده الشيطان يستعيذ منك. ده كان مشتغل ليل ونهار عشان يجيب لك اللي انت عاوزاه. ده الشيطان يستعيذ منك يا شيخ. ده بيصلي الوقت بوقته ازاي؟ ما تسيبنيش علي. انت جيت لي في وقت انا كنت محتاجاك فيه علي. وانت صمت ورعيتي العشره ورعيتي اللي انا عملته معاكي بصراحه يعني. طلعها علاء. طلعها ما ينفعش تعيش معانا. لا دي مش هتطلع. اللي زي دي هنطلقوها وتروح تأذي حد تاني. شغالة كده هتقعد كده زي البيت الوقف. وهوريك اللي ما شفتوش في حياتك. أنا هوريك اللي ما شفتوش في حياتك. لا أنا أنت بتعمل إيه علي؟ لا أنا مش همشي. أنا هقول لك حاجة. احمدي ربنا إن أنا طلعتك كده. خلاص يا علي آخر مرة. يلا بره. خلاص بالله. بره. ماما قولي لي يا ماما. يلا كلمي أمي. أنا آسفة يا علي. بره. ماما. اطلعي بره. أنا بحبك يا علي. اطلعي بره. اطلعي. ده أنت بجحة. مش مصدقني انت بتقولوا ده. والله يا ام دخلت ورايا الحمام ساعتها لما دخلت. ده مش شايفاه؟ سامحني وراك. اخويا ضربني بره وقاسي عليا، ضربني بره وجع عليا جامد وعاني يا ام. بس ما كانش يعرف هو غصب عنه. غصب عنه. هي ست شطانه يا ام، دي دخلت ورايا الحمام من اخسر وشه وكانت عايزه منها حاجات وحشه اعملها معاها. والله العظيم يا ام. تربيتك نفعت يا ام. ما ينفعش اعمل كده مع اخويا. تربيتك نفعت يا ام. على رحمه الله ابويا. فاكر يا ام ابويا لما مات قال لنا ايه؟ قال لي مات. لو قلت لك انا بيت عند اختي امانه عندي دي مرات اخويا ما ينفعش. شيطانه يا ام شيطانه والله العظيم. يا رب كلهم كده طبعا. الله يبارك لكم يا رب يديكم الصحه والعافيه. احنا يعني بس الفيديو الهدف منه ان احنا بنقول في كتير ستات كويسه طبعا. دي حاجه اصيله وحاجه احنا ما اعترضش فيها يعني. لكن برضه في ستات مش كويسه.
بس بتبقى متوقفة على ايه؟ متوقفة على ان الاصل ان اخوك ده متربي تربية كويسة فما نسقش وراها. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى ان يكون مثلا اخوك ده راجل او صاحبك، يعني مادام الواحد متربي تربية كويسة مش هينساق ورا واحدة زي ديت مثلا الشيطان استحوذ على دماغها. فاللي احنا بنقوله ان البيت لازم يكون فيه امور معينة ما تسيبش فرصة للشيطان ان هو يستحوذ عليه. هي دي الفكرة يعني. ولازم نخلي بالنا لان الستات دي بعضهم انك ادهن عظيم ربنا قال، والله العظيم يا ام اقسم بالله انا ما جيت عليها في اي حاجه، ودي رساله احنا بنوصلها للناس. لازم نعرف الناس الصح من الغلط وما ينفكوش ورا اي حاجه غلط، عشان احنا لازم نراعي ربنا في كل حاجه بنعملها. وفعلا لازم انا على روحيه والاخوات تخافوا على بعض ولا ما ينفعش كده. واحنا والله بنقدم محتوى على قد ما نقدر والناس تتعظ منها والله، فانتوا يا ريت تتعظوا من اللي احنا بنعمله مش حقيقه، ويا ريت اللي بيشتموني في الكومنتات والله دي المخرج اللي بيطلبه مني مش انا والله. لا هي كده فعلا والله، والقلم ده حقيقي والله. وشكرا.